اليوم ثلاثة فرق صارت معنية ببطولة الخريف: النجم الرياضي الساحلي، النادي الرياضي الصفاقسي، والترجي الرياضي التونسي. حظوظ ثلاثة فرق هذيا في الحصول على لقب يبقى رمزي، ولكن عنده من الأهمية الشيء الكثير. جولة واحدة تفصلنا على نهاية مرحلة الذهاب ونعرفوا شكون باش يكون بطل الخريف موسم السنين. ثلاثة جمعيات تتنافس على اللقب الشرفي هذا: النجم، الترجي والسي اس اس. ثلاثة فرق قاعدين يقوموا بمسيرة بطل حتى الجولة هذه وجمعوا نقاط أكثر من عمناول في نفس المرحلة من البطولة. بالنسبة للنجم، الفوز على المرسى في سوسة يعني تتويج بطولة الخريف بغض النظر عن نتائج الترجي والصفاقس. فرضية ثانية ينجم من خلالها يكمل النجم الأول هي تعثره في سوسة مع تعثر الترجي والصفاقس. بالنسبة لسي اس اس، لازم ينتصر في القصرين ويستنى تعثر النجم سوى بالهزيمة أو التعادل، أي نتيجة أخرى تمنعه باش يكون بطل الخريف. الترجي زادة باش يتحصل على بطولة الخريف لازم يربح القوافل نهار الأربعاء وينتظر عثرة للزوز فرق المنافسة ليه. الثلاثة فرق تستنى فيها مقابلات صعيبة: السي اس اس في ديبلاسمون في القصرين، والنجم والترجي يستقبلوا في ميدانهم المرسى وقفصة. واحد من ثلاثة فرق باش يكون بطل الخريف اللي في الاخر يقعد تيتر شرفي ومعنوي اكثر منه شيء اخر. فتحي المولد، مهم لقب بطولة الخريف، عنده تأثير إيجابي على الفريق، على المدرب، على الهيئة المديرة، ولا يبقى لقب رمزي والكهو؟ عنده أهمية خاصة السنة، لأنه بتقعد شهر وانت بطل الخريف. طبيعة الحال، التحذيرات الكل، الجو العام، ونتكلم مع ناس عاشت في تو بعد انتصارت عندك ثلاثة أربع أيام شيخة، معناها مش بطل الخريف. دونك عنده رمزية كبيرة، عنده أهمية على المستوى النفسي كبير، عنده أهمية حتى على سون دو مورار، حتى على الناس اللي معاك في الترتيب أقرب، وأنك أنت وعنده الأهمية القصوى نتاعو، وأنه تولي تغزر كانوا قدام. ما عادش يعطيك انت تنتصر تقعد الاول، ما عادش تلوج على بربي ايش عملوا الاخرين، دونك الاهميه كبيره على كل المستويات، ولو انه يبقى رمزي. تعرف اللي اللقب نتاع بطل الخريف ما يزيدك حتى شيء غدوه اذا كنتوا فيهم متعادلين الزوز فرق في نهايه البطوله، ما يزيدك شيء، لانه نرجعوا للكونفرونتاسيون ديريكت، المقابلات المباشره. دونك بطوله الخريف الاهميه نتاعها وانك شيء انت الاول ما عادش يهمك في الاخرين، وانك تقعد تحضر الفازه الثانيه نتاع الاياب في اريحيه كبيره، في اجواء منعشه، في اجواء باهيه. ومنطقيا قبل ما نقول النجم نقول لك انا ثلاثه عملوا باركور نتاع بطل الخريف، تحب ولا تكره، سنه نسق جنوني شبيك، راهم ثلاثه فرق النجم والترجي والصفاقس ما حدش مقابله من 14، راهو لازم ترجع بعيد باش تلقى معناها عدد النقاط في الذهاب، معناها تقريبا ربحوا خصومهم الكل. ترجي خسر ثلاثه مقابلات ما عمل حتى تعادل، ربح 11، نادي الصفاقس ربح 11 عمل تعادل زوز هزايم، والنجم انتصر 11 وعمل هزيمه وزوز تعادلات. ملاحظه فقط، هزيمة النجم وزوز تعادلات النجم، الهزيمة ضد المتلوي، والتعادلات ضد الملعب التونسي ضد قفصة، هزيمة المتلوي في الجولة الأولى، شوف قفصة والملعب التونسي وينهم في الترتيب، معناها الناس اللي تقول راهو البطولة تهز في الكونفرونتاسيون ديريكت غالطين على طول، البطولة تتهز كي تربح 15 فريق الأخرين. ناصر، أنت كنت مسؤول في السي اس اس، كنتوا تحفزوا الملاعبين لنيل لقب بطولة الخريف، كانت عنده أهمية نفسية حتى لكم أنتم تخدموا عليه، يهمكم أنكم تفوزوا باللقب هذا في وسط الموسم؟ وكما قال فتحي، معناتها فما زوز أهداف، أنك تكون بطل الخريف حاجة مهمة بالنسبة للفريق، وتخليك كما قال معناتها تغزر ديما لقدام باش تحاول تكمل السلسلة نتاعك، تحاول ما عادش تغزر وراك باش تخلي ديما ليزادفيرسير فما نقولوا احنا شحنه معنويه تعطيها لك انك تكون بطل الخريف. وزاد ما تنساش فما تراف كيفاش باش تحضر البريباراسيون، هو ديما في اي معناتها فتره انتصار في اخر قبل ما تدخل في مرحله نتاع تراف مهم بالنسبه للفريق، معناتها مهم باش تنجم تخدم في الشهر هذاك بريحيه، تنجم الهيئه المديره تجتمع والناس الكل تجتمع، ومالوريزمون خاطر في تونس تعمل هزيمه كل شيء يطيح في الماء، والمدرب ولا متوسط ما عادش يجي حتى حد، في الصيف تلقاهم الكل موجودين، وفي كي تصب الشتاء تلقى واحد ولا زوز، معناتها ما عادش تلقى حتى مراد.
أهمية بطل الخريف ما هيش أهمية كبيرة ياسر، أما صحيح أنه اللي بش يكمل في شطار البطولة قبل تريف الأولاني بش يخوك الفترة متاع الراحة وفترة الشان معناه بش يمشي لها نفسانيا قوي. منطقيا رأى أنه النجم عنده كل حظوظ باعتباره مش يلعب نهار الأربعاء ضد المستقبل في سوسة، مستقبل مرسي ولا معناه ما نتصورش أنه نجم مش يخسر. بعد المركبة الثانية ذيك اللي فيها إشكال، وتعرف نادي صفاقسي مش يلعب ماتش معنى ضد فريق الاخراني في الترتيب ضد قاسرين مستقبل قاسرين ونادي راديو صفاقسي، المقابلة اللي باش تنبث على قناة التاسعة نهار الأربعاء ماضي ساعة وناصر مش علق عليها، يعني مش سهلة، لكن نتصور يقعد الترتيب هكا. أنا نتصور ثلاثة يقعدوا في الترتيب هذا بعد نهار الأربعاء. كابتن خالد حسني.